لتفاصيل أكثر حول البرنامج المستطر للمسرح الوطني الجزائري لشهر سبتمبر، يلتحق بي الآن عبر الهاتف وعلى المباشر السيد أمين خلفات، ملحق لدى المسرح، ملحق صحفي أقول، لدى المسرح الوطني الجزائري. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على الدعوة. شكرا لكم لقبولكم الدعوة. إذن سيد أمين، سطرتم برنامج متنوع وثري لشهر سبتمبر الجاري يجمع بين الأدب والفن. في أول نقطة لو نقف عند برنامج الأدبي الذي سطرتموه. طبعا بالنسبة لبرنامج المسرح الوطني الجزائري الخاص بشهر سبتمبر، نفتتح البرنامج من خلال حدثين ثقافيين متنوعين انطلاقا من الندوة التي سينظمها المسرح الوطني الجزائري حول كتاب بشترزي في أمريكا، الجوانب الخفية للكاتب حميد عياشي. هذا العمل الذي ممكن سيلبي رغبة الباحثين في عالم المسرح في الجزائر هنا، للتعرف على شخصية مهمة تعتبر الأب الروحي للمسرح الجزائري ألا وهو بشترزي. بالنسبة للموعد هذه الندوة سيكون يوم السبت 9 سبتمبر ابتداء من الساعة 3 بعد الزوال. بالنسبة للحدث الثاني وهو عرض مسرحية ثورة من إنتاج مسرح الجهوي. سنصل إلى العروض المسرحية سيد أمين. الآن مختبر. لو نتحدث حول العروض الموسيقية الذين أو العروض الفنية التي سطرته الذي سطره أقول المسرح الوطني الجزائري. نعم، بالنسبة للعروض الفنية وهذا يدخل في إطار التنويع البرنامج وتلبية رغبات الجمهور الجزائري الذواق لكل الألوان الموسيقية التي تميز التراث الجزائري. طبعا من خلال العرض الأول الذي سيكون يوم الخميس 21 سبتمبر مع الفنانة والمطربة الجزائرية ليلى بورسالي من خلال عرض الوصال دخول بالنوبة. العرض طبعا سينطلق ابتداء من الساعة 7. بالنسبة للعرض الفني البومبرمج في إطار هذا البرنامج، برنامج سبتمبر، سيكون يوم السبت 30 سبتمبر من خلال حفل موسيقي أندلسي للمطرب إبراهيم حاج قاسم، تزامنا مع ذكرى مولد النبوي الشريف محمد عليه أزكى الصلوات والتسليم. عنوان هذه الحفل مولد المختار شذى الأذكار، يعني هذه الحفلات الفنية التي سيبرمجها المسرح الوطني خلال هذا الشهر. نعم، لو نتحدث عن العروض الموسيقية فحتما سنتحدث عن العروض الكوريغرافية. العروض الكوريغرافية الأخرى لها نصيب من هذا البرنامج المسطر لشهر سبتمبر الجاري. سفارة المجر بالجزائر ستحط الرحال عندكم. لو نتحدث عن العرض الكوريغرافي للرقص الفولكلوري المجرية. طبعا سيكون هذا العرض يوم الخميس 22 سبتمبر ابتداء من الساعة 7. يدخل هذا العرض في إطار التعاون بين البلدين، بين الجزائر والمجر. العرض الكوريغرافي سيحمل في طياته أهم الرقصات الفولكلورية التي تميز التراث المجري لكي يتعرف عليه الجمهور الجزائري عن قرب. لو نعود الآن إلى العروض المسرحية سيدة أمينة خلفات، ما هي العروض المبرمجة؟ العروض المسرحية سنكون طبعا يوم السبت 9 سبتمبر ابتداء من الساعة 6:30 مساء مع عرض مسرحية ثورة من إنتاج المسرح الجهوي سيدي بالعباس. طبعا نص مقتبس من نصوص للكاتب الجزائري كاتب ياسين، الجثة المطوقة والأجداد يزدادون شراسة. طبعا الاقتباس كان من طرف يوسف ميلا وهشام بوسهلة. طبعا بالنسبة للتصميم كان للفنان عبد القادر جريو. بالنسبة للعرض الثاني سيكون العرض الشرفي لمسرحية نزهة في الحرب، طبعا من إخراج نص وإخراج حليم صدام وإنتاج جمعية نوميديا الثقافية لبرج بوعري، سيكون يوم السبت 23 سبتمبر ابتداء من الساعة 5 مساء.